أسرح وأتوه في الذكريات وبعيش حياة ويا اللي فات أشخاص أماكن كل شيء حاجات توديني لحاجات حكايات مواقف كلها في الماضي دي أنا عشتها كل أما غمض عيني أروح لسنين سابتني وسبتها كل أما غمض عيني أروح لسنين سابتني سبتها اللي بحبها ماي ماضي عدى وانت ونسبتها تمشي بترجع واحدة وساعات أنا بشتغل فندلة اللي بحن ليها وعيش عليها مفيش إجابة عرفتها أنا عمري كام عشان تكل الذكرى أسلوب حياة دماغي فيها مليون شريط ماضي قديم من ده وده ده أنا كنت عيل من يومين ودخلت أنا صحيت لقيت العمر عدى ما خدنيش معاه بسرح واتوه في الذكريات وبعيش حياة ويا اللي فات أشخاص أماكن كل شيء حاجات توديني لحاجات السنين انا مش كبير وشعر اسود زي ليل والليل ما بيعديش طويل ما فوش روب من الذكريات ليه ماليش في بكرة وليه بتوه ليه ماليش في حلم بترسمه بسرح فلاقي الذكرى بس وفيها بل انا يومي امس غير يوم كده اللي بتعشوه الذكرى واخداني المكان ايام زمان وقت الفرح وقت الهنا انا وسط بكره ماليش وجود في الذكرى بس بكون انا ارجع في غمضة عين سنة سنة في سنة انا باب انا عيل بيه والدندنة أحلام سهلة وممكنة وعشان كده أنا من هناك أنا بنتمي للذكريات وماليش مكان بينكم هنا بسرح وأتوه في الذكريات وبعيش حياة ويا اللي فات أشخاص أماكن كل شيء حاجات توديني لحاجات أسرح وأتوه